مساء الخير، مرة جديدة برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سكور. اليوم سكور رح نحكي فيه عن مواضيع مميزة محلية عربية لبنانية عربية عربية دولية، بالإضافة بالطبع لصفحة طويلة عن أخبار كرة القدم المحلية العربية الدولية. بالطبع نحن بنهاية الموسم، وبالتالي رح نكون عملية اختيار أفضل اللاعبين، ولكن الأبرز أيضا هذا الأسبوع رح نحكي عن عملية سحب القرعة لنهائيات كأس العالم يلي رح بتصير بعد يومين من هلا. بداية بدي رحب بضيوفي المهندس علي داغر يلي هالأسبوع أيضا رح نكون نحن وياه بعملية انتخاب مميزة على المستوى الآسيوي برياضة الدرجات النارية. علي داغر هو رئيس النادي اللبناني للدرجات النارية وممثل الاتحاد الدولي للدرجات النارية بلبنان. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. نحن وياك مش بس بدنا نحكي عن هذا الموضوع، بدنا نحكي عن مارك ماركيز، عن اجتماعات الاتحاد الدولي اللي كانت عم تصير بموناكو. صفحة طويلة من الأخبار الرسمية تبعنا نحن وياك. صار لنا زمان يعني ما صادفناك أيضا ببرنامج إن شاء الله سكور. هذا كل الأمور رح ناخذها سوا في هذه الحلقة. سامي مساء الخير. وطبعا عندنا كثير مهمات بدنا نحكي عنها في هذه الحلقة، وخاصة عملية سحب القرعة يعني مثل ما كان عم بيقول لي جورج سويدي مصار جورج، يمكن نشهد فيها بالدورة الأول مواجهات نارية حامية رغم أنه المنافسة بتجمع عدد كبير من الفرق. صح، ممكن نشوف مفاجأة كبيرة بالمجموعات، رح نتبعها كحلقة بتحليل مفصل بتيبل خاصة نتوقع فيها مجموعات مع سامي. اما ضيفنا الرابع مروان خليل، مساء الخير مروان. مروان نحن بنعرفك على ايام سبونسرشيب نادي التضامن مع الام تي في بعام 1996، اليوم صرت مدرب لهذا الفريق وشفناك عم تعمل نتائج مميزه انت والفريق بالفتره الاخيره. رح نحكي عن استعداداتكم لبدايه الموسم، خاصه انه اليوم التضامن هو الفريق الكسرواني الوحيد الموجود، كسروان بالاضافه للمتن يلي كانت نبع او منبع الباسكتبول على ايام الايام هيك الحلوه اللي كنا عم نعيشها بالماضي. هلا رح نحكي نحن وياك في كل هذه المواضيع، ولكن بدايه معك استاذ علي، بدايه بدنا نحكي عن نهائيات بطوله اسيا. خلينا نحكي شويه رياضه قبل ما ننتقل للمواضيع اذا بدك الانتخابات والسياسه وكل هذا التداخل السياسه الرياضيه والسياسه اللي انا بعتبرها السياسه الناجحه، لانه وقت تتدخل الدول لمصلحه رياضيها ولتوصل شخص شغله كثير منيحه، بس مش أكيد. يكونوا سياسيين فايتين بتركيبه لجنه اداريه مثلا لنادي الحكمه، بتاخذ معهم 4.5 سنين يركبوا لجنه اداريه بتفرض بعد 48 ساعه، ما عم نصيبهم بالعين، بس عم نحكي عن الامور الجيده بعالم السياسه. فاذا خبرنا شوي عن ابرز النشاط اللي كنت ايضا عم بتابعه بالفتره الاخيره، نهائيات بطوله اسيا. الصراحه هي كان جوله كثير طويله مثل ما بيقولوا، يعني صار 12 يوم برا لبنان، وهلا انا وياك رجعنا اليوم سوا. بلشنا بنهائيات بطولة آسيا اللي كانت بقطر، وكانت كان فيها جو كتير حماسي، وكان في سيطرة ماليزية عليها، وانتهت بفوز الماليزيين. طبعا كان في فرق عديدة يعني وشركات مصنعة عم تتنافس مثل الموتو جي بي، وهون بيحطوا ضغط كتير كبير على الفرق. طبعا كان في لأنه قليل منهم كثير، في شغلة كتير مهمة يا نجيب بالموتور سايكلز، المصنعين أغلبهم بآسيا، فالضغط عم بيكون يعني آسيوي أكثر شيء، يعني البطولة الآسيوية صار لها قيمة. للأسف نحن كنا كثير بعاد عن جو بطولات آسيا، بس حاليا لازم نبلش نرجع، لأنه بالموتوكروس فينا نرجع نفوت، فينا بالإندورو. قطر فاتت لأنه عندها الحلبة، إن شاء الله يكون في حلبات أكثر. كعرب نحن وش قدرنا نحقق؟ بطولة آسيا ما عندنا شيء. طيب اليوم نحن كلبنانية معوضين على طريق النهر على طريق المطار كل ليلة، ليك شباب بهموا، ليك إن شاء الله، بس ما لازم أنتم تجمعوا شي حلبة؟ إن شاء الله يا ريت. في شغلات كتير إن شاء الله عم نحاول نشتغل فيها، بدها وقت، الحلبة مكلفة واستثمارها كبير، بس في عنا ابتدوا أبطال بمن لبنان، يعني بطولة دبي 3 سنين عم يخدها شاب اسمه محمود التنير، ما حدا بيسمع فيه للأسف. لبناني، بطولة 600 سيسي، بطولة محلية لدبي بالرود ريسينج، بياخدها كل سنة، صار له 3 سنين، والسنة الرابعة. شو الاسم؟ محمود التنير. فلازم كمان نحن نشجعه. لو كنا عارفين كنا عملنا معه مقابلة، بعدنا واصلين من دبي. والله إن شاء الله المرة الثانية. وعندنا هلا أني بدر كمان استضافتها أنت عندك، كمان عم تشارك بالبطولة اللي هي تعتبر من أهم البطولات بقطر على حلبة لوسيل. بس حضرتك بنعرف إنه عم تشتغلوا كتير منيح، سبونسرز يلي إن الشركات مستعدين يدفعوا، وبالتالي الاتكال عليكم تقدروا تقلعوا بهذه الرياضة الموجودة إذا بدك بلبنان. ليك أنا بعدني راجع كمان، طلعت من دبي من قطر، طلعت على موناكو. كان رح نحكي عن موضوع موناكو بعد شوي. فكنت عم بشوف الشركات العالمية قد ايه عم تعاني، والأندية كمان، الأندية الأوروبية عم تعاني من سبونسرشيب، لأنه الوضع الاقتصادي تعبان. الوحيد اللي هو
عم يكون هلا سبونسر هن شركات المصنعه، شركات الزيوت، هيدا عم بحكي عنه، شركات المصنعه اللي هن صراحة يعني أصحابنا أبو خاطر ما عم بيأثروا بهذا الموضوع، ما عم بيأثروا، وإن شاء الله في غيرهم كمان فاتوا على الخط هلا إن شاء الله نرجع شوي منحرك الموضوع أكثر، لأنه صار في متسابقين لبنانيين كلهم حابين يطلعوا لبرا، صار في مخيمات تدريب عم تصير برا، لازم يكون حدا عم يدعمهم، ما فينا نتحمل شيء. وهلا عم يحمل توعية كمان نجيب على الطرقات اللبنانية كرمال ينحط الكاسك للكل، وعم تقدم شركات معينة كمان الكاسك بشكل مجاني لكل سائقي الدراجات النارية. كله بحماية، من أجل حماية الشباب. بس على كل حال مش بحاجة، لأنه اليوم مثلا بعدك كنت عم بتقول من دبي على بيروت أخذت معنا تقريبا 3 ساعات وشوية الوقت، من المطار لهون من المطار ساعتين وخمسة وأربعين دقيقة إيزيتا عنا قاش إيزيتا ما بدك كاسكتات لأنه ما بتمشي عمهلك أصلا ما رح بلا مزح، ما عم بمزح، كان وقت في اجتماع ما رح سمي مع مين المسؤولين شو كانت أهم خطة للتخفيف من حوادث السير بلبنان. المسؤول الكبير قال لهم عشقة السر، ما رح افتح تمي واحكي اكثر من هيك. مروان خلينا نتابع نحن وياك ونحكي بموضوع بهمنا كثير نحن، نادي التضامن، نادي التضامن أزوك، هذا النادي العريق جدا في رياضة كرة السلة وكل نوعينا على الباسكت بلبنان، عم نسمع بالتضامن الزوق بالإحياء الزوق وبالكهرباء الزوق وبالعمل بكفية، وعم نسمع ايضا بالأم بي الاشرفية ومون لسال وعين السعادة صح. بالإضافة بالطبع للنادي الرياضي بيروت. فاليوم التضامن من بعد الكبوة إذا فينا نقول هذا كلام هيك تجميل حلو، رجعتوا قلعتوا، الفضل لمين بعود؟ واليوم هذه التركيبة الجيدة والمتناسقة مع بعض البعض لمين بترجع؟ يعني مثل ما أنت تفضلت وقلت التضامن له فترة غايب عن الساحة، أكيد بعد الشغل الدؤوب يلي قامت فيه اللجنة الإدارية برئاسة الرئيس رزق الله خليل، واكيد بفضل الداعم الاول للنادي استاذ وسام بارودي يلي هو يلي هو صديق مشترك، من جهله تحيه ايضا، من جهله تحيه الليلي، بقى الجهد المشترك كان لهم بالاول لحتى يبلشوا بالمشروع الحلم اذا بدك تقول، انه يرجعوا التضامن مثل ما كان ايام زمان ويرجع على دور الاضواء. السنه الماضيه قدروا يكونوا فريق، والفريق هو هلا وصل على الدرجه الاولى. بالصيفيه كان عندنا شغل كثير كبير لنقدر نرجع نبلش من الصفر، نبني الفريق يلي بيقدر يكون على المستوى. وكنا موجودين انا وجورج بحفل اطلاق الفريق، بوجود عدد كبير من فعاليات كسروان واستاذ جان غمام واستاذ وسام بارودي، يعني حسيتكم انتم رجعتوا كعيله لانه عارفين حالكم شو بدكم تعملوا. انا بحب هيدي الانديه يلي عارفه انه اللي عندها الباسكت عارفه حالها شو بدها، ناقصها شويه مصاري اليوم ترجع بتشتغل. يعني هو التضامن عنده كل مكونات النادي اذا بدك تقول، وعنده جمهور واسع كثير وراء، يعني معروف جمهور التضامن يمكن من اكبر جماهير، يعني انا فتحت عيوني يبقى الملعب تضامن وكان عم بيكبوا الفريق بمبارياته بدوره الحرير الاخيره، يعني هذا حلو عن جد، كان في جمهور عم ينزل من الزوق هنيك. ونجيب مروان كان له فضل، لعب دور المنقذ الموسم الماضي بمباريات البراج بين الدرجه الثانيه والدرجه الاولى، استعانوا فيه باللحظات الاخيره وقدر اهل الفريق، قدر يعمل فريق جيد. هلا بنحكي بعد شوي بالتفاصيل باسامي الفريق، وهل رح بيكون عندنا باسكت؟ لانه هلا عندنا معركه اتحاد، ان شاء الله تنجح هذه المعركه ويكون عندنا اتحاد جيد. بالساعات الماضية عرفنا أنه كثرة الاجتماعات والشباب كلهم مصحنين قد ما عم بيتغدوا يتعشوا وبعد الظهر عم بيقدموا. أنا بعد منيح، أنا بعد ما رحت بس الشباب مصحنين كلهم سوا. هلا رح نتابع معك جورج مواضيع كرة القدم طويلة وعديدة، رح نقسمها قسم أول وقسم ثاني. رح نبلش مع الدوري الهولندي اللي عم نتابعه، للأسف في بعض البطولات ما عم بيكون عنا قدرة انه نغطيها بفضل اصحابه لاستاذ علي. هلا رح نحكي عن الدوري الهولندي تنشوف وين صرنا في هذه البطوله يلي عندنا ثلاثه اربعه كثير كبار عم يقدروا ينافسوا فيها. صحيح نجيب، الملايين من الدولارات صارت هي اللي عم تحكي بهالفتره هيدي. رح نتابع صور الدوري الهولندي، ما بقلش انا ابدا عن بقيه البطولات، ومستوى هولندا دائما قوي بالفوتبول. مرحله 15 مباريات بيرسي كانت عم تصير، بنتابعها. اللقاء الأقوى كان عم يصير بين فينورد وبي اس في، سامي مباراة كلاسيكية بين الفريقين. مظبوط، بهولندا معروفين عنا فينورد وبي اس في اندهوفن وأياكس اللي كانوا
نعم. الترشيح على المدى الطويل. هلا اخر مده الاف سي 20 كمان مباراه حلوه كثير هون عم تبعها، كان تقدم فيها بي اس في خارج ارضه على بي على على فينورد 1-0 بهدف لادم ماهر. بيعود فينورد ليعادل عبر جان بول بويتيوس 1-1 بالشوط الاول. بالشوط الثاني ضربه جزاء بسجل منها المهاجم الايطالي جرازيانو بيلي، ومن بعدها يطرد المدافع الهولندي الدولي لبي اس في ولفد بروما. ضربه جزاء بضيعها هون بيلي اللي مطالب يكون بالمنتخب الايطالي بعد تألقه مع نادي فينورد اللي بيسجل هون، بيرجع بيعود ضياع ضربه الجزاء وبيسجل هدف 3-1 وبيعطي فوز كبير لفينورد على بي اس في 3-1 بهالمرحله. سامي هون اياكس من بعد فوزه على برشلونه بالتشامبيونز ليج فاز هون على ادو دين اغ بنتيجه 4-0. اكيد هذا الماتش ضد برشلونه اعطيه معنويات ودفع كثير قوي لنادي اياكس، بعتقد رح يرجع يسيطر مثل ما قالوا كذا سنه. يعني الاياكس ولا مره يعني خيب الامال، عنده مجموعه لاعبين كثير صغار فرانك دبور بس عن جد مستوى كثير كثير عالي، معروف نادي اياكس يعني بيخرج دائما لعيبه من برشلونه انجلترا كلهم على طول بيجوا من الاياكس. اما كمان مباراه رح نشوفها فيتاس المفاجاه الموسم لهلا، هون كان عم بيفوز على نادي كامبر الصاعد حديثا للدرجه الاولى 3-0 باهداف لماركو فيشينوفيتش كيفن ليردرام وجورجي تشانتوريا. بهالفوز هيدا فيتاس عم يكون بالمركز الاول، نعم امام الانديه الكبيره اللي سميها سامي من شوي مثل اياكس فينورد بي اس في وغيرها. هل الفريق هيدا اللي عم بيلعب بالثياب الصفراء والسوداء فعلا هو بالمركز الاول مثل ما عم نشوف امام اياكس فينتي فينورد وغرونينغان بالمركز الخامس؟ اذا اياكس انت بعتقد ما حدا تفاجأ بالمباراه اللي كان عم يخوضها ضد برشلونه، مدرسه عريقه جدا الاياكس امستردام. برشلونه بذات الوقت عم بيعاني برشلونة. في عم بيعاني والتساؤل الكبير شو بيسوى هذا الفريق من دون ميسي؟ يعني مدرب من مالي عم بيلوموا انه ما في ميسي، ميسي بدون برشلونه بدون ميسي ما بيعمل شيء، بس من ثاني مال في عندك مدرب جديد عم بيجرب يغير القاعده كليا تبع برشلونه، يعني كان معروف سيستم بيلعبوا عليه برشلونه عم بيجرب يغير لهم هلا، يعني بدها تاخذ معه وقت، بس بما انه نادي برشلونه معروف على طول لازم يربح، يعني بس يكون في كبوه صارت عم بتكون مشكله كبيره، يعني وخاصه انه ماتشين ورا بعضهم ضد اياكس بالتشامبيونز ليج وبعدين بالبطوله ضد اتلتيكو بيلباو. مع انه المدرب عم بيقول انه لعبوا افضل من خصمهم. انا حضرت المباراه كانوا شوي بطئين وبعدين ما كانوا كثير مركزين قدام الجول، يعني وصلوا كثير كمان شوي. كان ملعب سامامس ببيلباو سامي، ما كانت الارضيه كثير مناسبه، لاعبين البارسا كثير تضايقوا بهالمباراه هيدي وخاصه نيمار بخط المقدمه. بس بعدهم بالمركز الاول. هلا بالقسم الثاني بناخذ تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع. انتم باي سيستم عم تلعبوا اليوم مروان؟ كيف يعني اي سيستم لعب كنادي تضامن؟ نحن نادي تضامن انت اللعيبه اللي عندك شو بينسبهم اي طريقه لعب؟ هلا نحن عم نجرب نبني فريق يقضينا على 3-4 سنين لقدام، يعني الاكثريه هي لعيبه شباب جايين ياخذوا الفرصه هون ويبرزوا بهيدا النادي، نرجع نبيعهم لحتى يقلعوا؟ لا ما بدنا نبيع حدا، بالعكس بدنا نجرب ناسس مدرسه لحتى نطلع لعيبه ونقوي الفريق فيهم. وهن هودي رح يكونوا نواة الفريق يلي رح ان الله راد بيلعب بالفاينلز بعد سنتين وثلاثة واربعة. يعني فاينلز السنة يعني مالكم مرشحين؟ نحن السنة هدفنا انه نفرجي صورة منيحة للباسكتبول تبع التضامن ونفرجي مدرسة التضامن كيف بتلعب ونقدر ننافس كل الفرق ونقدم مباريات منيحة وشوي شوي بنطلع السلم درجة درجة. اكيد على كل حال هذا المفروض يعني ما تكبوا المبالغ الطائلة، رغم انه هلا بعد شوي بدنا ننتقد ايضا انه صار في كب مصاري بشكل مخيف في السنة، يعني ما بعرف اذا تتعوضوا عن خسارة الموسم الماضي كل الاندية، ما عم بحكي عن نادي واحد، ولكن هذه المبالغ ما بعتقد انه الاد فاليو تبعها هو ذاته مثل ما هي المشكله انه السوق فيها عرض وطلب واللعيبه صاروا قليل لانه صار لنا فتره بلبنان ما عم بيكون في بطولات اعمار، ما في بطولات ناشئين اذا بتلاحظ، يعني ما عم بيطلع جيل جديد، هن ذاتهم هاللعيبه عم يبرموا على هالانديه، عم بيصير في طلب اكثر من العرض، يعني لانه ما في ما في ما في جيل، ما في جيل جديد، هذه مشكله. استاذ علي انتم بالرياضه الميكانيكيه وخاصه بالموتويات بالموتوكروس وبغيرها من السوبر بايكس وهالقصص، بعتقد في عندكم اسماء وشفناكم بكل المنافسات، في عندكم بين 30 40 توصلوا ل 100 شخص عم ينافسوا معكم، هل هذه المدارس اللي عم بتاسسوها في عندها امكانيه نجاح في المستقبل ولا بتعتمد على الدعم الخارجي وعلى الدعم المحلي وعلى دعم سبونسرز وشركات الصناعه؟ لك في عدة أقسام بالموضوع. إذا نبتدي بالمدارس، المدارس مكلفة جدا كتير، فنحن هلا اللي عم نركز عليه بلبنان
على انه نبرز الناس اللي عن جد عندهم هالمواهب، وعلى موضوع ثاني اساسي اللي هو التوعي مع السيفتي، لانه ما فينا نهمل هذا الشيء. يعني اذا نحن عم نحول شباب من انه يمارسوا الرياضه عن الطرقات لحتى نبرزهم ونطلعهم ونوصل فيهم. بالموتوكروس عندنا اسماء كبيره، مثل رفيق عيد بطل لبنان عم يطلع يشارك بالخليج كله وعم بيجيب نتائج. فمن هون انطلقنا نحن صراحه، يمكن رفيق هو اللي خلانا نشوف انه في خامات ونبتدي اكثر. الشغله الثانيه اللي هي منعوزه، بدنا انستراكتور، ما عندنا مدربين بلبنان، ما عندنا مدربين يعرفوا يدربوا ناس تسوق على حلبات. يعني هلا اني بدر لما بتطلع بتسابق بقطر بيكون عندها انستراكتور من فوق، بيكون عندنا الميكانيكس كمان من فوق. هن عرب ولا اجانب؟ اجانب اكيد، لانه ما عندنا هذه الثقافه. فهلا بفبروري رح ترجع تطلع، عم نحاول يطلع حدا معها من هون من لبنان كمان كسبونسر يكون لها، هو يطلع حسابه. وعم نشتغل على موضوع نحن وياك، ممكن نكون نحن ايضا معك الى جنبك. انتم على طول داعمينا، انتم على طول داعمينا. زائد انه لا، عم نحاول نعمل سيمينارز كمان بلبنان لكل الانواع، يعني للسيفتي، للترينرز، للسيفتي كليرك اوف ذا كورس، ستيوردز، للكل، ليقدروا يصيروا اللبنانيين لحالهم عندهم اكتفاء ذاتي بهذا الموضوع. صراحه ما بينقصنا شيء. يعني أنا برمت وشفت كل البطولات العربية وحتى العالمية والآسيوية، ما بينقصنا، بالعكس نحن بنصير إذا ابتدينا بهالشيء نقدر نساعدهم ونبعث لهم الناس من عنا يساعدون. الحمد لله. يعني الرياضة الميكانيكية بلبنان من زمان وقديمة، ويمكن مطويات كمان كلفتها أصغر من ليك ممكن غير مكلفة، بس أخف من السيارات. بس والحلبات تبعها ما بدها هلا، حلباتها لا مكلفة، مثل فيها في سيفتي ريجوليشنز لازم نطبقها. ما فينا، نحن أعضاء باتحاد دولي، ما فينا نعمل حلبة بس أخف من حلبة مثلا F3 كلفتها. لا 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 لا، حتى لا، لحتى تتفاجأ إنه يمكن تكلف أكثر، لأنه ران أوف أريا للموتور سايكل أكثر من السيارة. يعني بدك مساحة أعرض برا التراك حتى إذا راح المطي يقدر يوقف. هيدي شغلات بتكلف اكثر، السيفتي باريرز اللي لهم الى دراسه اكثر كمان، لانه راح يوصل المتسابق على البارير يوصل يقدر. كنا عم نفكر بكم مشروع بالبقاع، بعتقد اجلنا. لا مش اجلناهم صراحه، في ناطرين اون هولد، لانه في اكثر من موضوع عم ندرسه، بين اجار، بين مشاركه، بين هيك شغلات، بين بارتنرشيب مع ناس، مع انفسترز. موضوع ما انه سهل، البادجت كثير كبير بيكون، وصراحه النادي ما عمره 3 سنين بعد، فالتمويل ما في تمويل. يعني بعدنا عم نفتش على سبونسر ليقدروا يكونوا معنا بس يدعموا الابطال اللي قلنا. فهذا الموضوع كثير عم ياخذ جهد منا، يعني عم حاول قد ما فيه بجهد خاص، وانت ما كمان عم بتضل حدنا نجيب وعم بتتابع على المواضيع بالطبع، عم بتضل تدعمنا. وهلا بدنا ننتقل نحن وياك لموضوع تاني، المشاركه بموناكو. ولكن قبل ما نفوت بتفاصيل اكثر نحن وياك عن الدوري اللي قمت فيه حضرتك شخصيا باجتماعات الاتحاد الدولي لدرجات اماميه، بدنا نقول باسمي، باسمك وباسم كل اللبنانيه والزملاء الموجودين معنا بالاستديو، مبروك للاستاذ ناصر العطيه اللي اليوم عم بيجمع هيك لقبين مميزين للعالم العربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدرجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وهو بطبع حصل على هذا المنصب خلفا للصديق محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن سليم. استاذ ناصر مساء الخير. الو، مساء الخير استاذ ناصر. مساء الخير، معي تسمعني؟ ايه نعم، عم بسمعك، وبدنا نقول لك مبروك باسمه وباسم كل اللبنانيه. نحن بنعرف انه عندك اكثر من بيت بلبنان، ولبنان بالنسبه لك البلد الثاني. هون نحن بلبنان بنعرف كثير منيح انه الرياضه الميكانيكيه عندها شعبيه كثير كبيره، وحضرتك كنت موجود معنا بمرحله توتاليا اللي كان برالي لبنان وبكل المنافسات، وحضرتك من كبار الداعمين للصديق الكبير علي داغر في هذا الاطار. خبرنا كيف فينا نستفيد نحن كعرب من وجودك في هذه المناصب المميزه. في البداية أحب أتشكرك، يعني والحمد لله، يعني أنا أحب أبارك لكم أنتم وكل الشعب اللبناني وكل الشعب العربي يعني على حصولي على هالمركز، وهذا شيء يعني الحمد لله يعني جاب على جهد وتعب. لكن في الواقع يعني أكيد المناصب الدولية راح تخدم يعني مناطقنا، راح تخدم حضورنا يعني في معترك هاي المحافل الدولية، ولكن راح نخدم فيها كل الأندية اللي عندها حماس وعندها رغبة أنها تتطور وتعمل إنجازات. أكيد يعني راح يكون لي أنا الشرف أني أتعاون مع كل نادي وأدعم.
اخوي علي يعني تعرف من الناس اللي بادروا بحماس كبير في البدايه، وعلى ان لبنان يكون لها ايضا رخصه في الاتحاد الدولي للدراجات، وفعلا سعينا مع بعض انا واخوي علي ان لبنان تكون على الخارطه العالميه للدراجات، وهذا الشيء يعني احب اهني اخوي علي فيه واهني لبنان فيه، لان صراحه جهد كبير هو قام فيه، وعملنا ملف كبير للبنان لغايه ما حصلت على الرخصه الدوليه، وهذا الان ان شاء الله بدايه المشوار ان شاء الله، واتمنى له التوفيق ايضا اخوي علي. يعني راح نقدر نحصل على، راح يكون عندنا مسؤوليات كثيره على ان نعمل نشاطات في لبنان ونطور الرياضه هاي الدراجات، لانها محبوبه بشكل كبير في كثير من اللي يرتادون الدراجات الناريه بلبنان، وهذا الشيء الشعب اللبناني عنده شغف على الموتور سبورت بشكل عام يعني. ونتمنى ايضا ان يكون في تعاون كبير بيننا وبينكم استاذنا الكبير، وخاصه كنت اكثر من مره ضيفنا ببرنامج سكور، ولكن كنت عم تحكي عن كره القدم، نحن قريبا بكاس العالم، حضرتك رح بتكون الى جانبنا بالحلقات يلي رح نعملها خصيصا حول هذا الموضوع، وايضا رح نحكي عن استضافه قطر لكاس العالم. انا لي الشرف يعني الزمان جيت وحضرت وتكلمنا سواء عن الفوتبول ولا عن رياضه المحركات، كان برنامج ممتع فعلا، وتعرفت كثير على جمهوركم الكريم، وهذا الشيء يعني لي الفخر فيه اني ان شاء الله اكون لي تعاون كبير سواء على مستوى صعيد الاعلامي معاكم او على مستوى صعيد الرياضه. لبنان متميزه دائما عندها منظمين على مستوى عالي، عندهم فرق كبيره، ايضا في الاتحاد الدولي للدراجات راح يكون لي يعني ان شاء الله يعني كل الدعم اللي اقدمه حق لبنان وحق المنطقه الشرق الاوسط. وانا ايضا يعني نشكر يعني اخونا محمد بن سليم على الفتره السابقه اللي عملها في المجال هذا، لكن هاي سنه الحياه التجديد، وان شاء الله نكون يعني خير خلف لخير سلف يعني، فهذا الشيء يعني نتمنى التعاون في المستقبل، ونتمنى ان شاء الله ان يعني قريبا انا راح اكون اول دوله راح ازورها بشكل رسمي، راح تكون يعني لبنان بالنسبه لي لانها محببه الى قلبي، فاول زياره رسميه راح اعملها اكيد راح اجي على لبنان ازور الاخ عماد لحود واهني على رئاسته للنادي اللبناني، واهني ايضا ازور اخوي علي واهني ايضا على الابداع اللي صراحه يعمله. ايضا احنا صار لنا تعاون مع لبنان مع اخوي علي، كان عندنا دراجه لبنانيه تشارك في بطوله قطر الدوليه في الدراجات الناريه، وهي اول عربيه تشارك على مستوى الوطن العربي بشكل احترافي في بطوله قطر الدوليه، فنبارك لها ونتمنى استمراريتها معنا ان شاء الله، وهي كان بدايه التعاون، وراح يكون فيها اشياء كثيره ان شاء الله، مفاجات ان شاء الله تبسطكم وتفرحوا فيها ان شاء الله. اكيد ناطرينك بالام تي في تنكون الى جانبك استاذ ناصر، شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله يكون سنه جديده عليكم، ونقول لكم ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير على راس السنه. ولا بدايتها جيده مع وجودك في هذه المناصب المميزه استاذ ناصر الخليفه. شكرا ابو خليفه. شكرا لك ناصر عطية أبو خليفة، الرجل المميز في عالم الرياضة إن كان كرة قدم كان مدرب أيضا المنتخب الوطني القطري. وهون أيضا بدنا نشير لحدث مميز كان عم بصير بالساعات الماضية، وطبعا الام تي في كانت موجودة بإمارة دبي نهار الأحد لعملية توقيع بروتوكول بين الاتحاد اللبناني للرماية وبطاقة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وتحديدا فريق ناس يلي أسسه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تحت إشراف البطل العالمي والأولمبي الشيخ أحمد. اليوم المطلوب فقط أنه يكون في عنا أبطال كبار من لبنان، والباقي على الشيخ أحمد وعلى فريق ناس، يعني شغله كثير ميحه للبنان بالطبع. وهون ايضا بدي وجه شكر لحضره الانصل سامين ماري اللي كان موجود الى جنبنا بعمليه التوقيع. الاسبوع المقبل استاذ بير جلخ رح بيكون ضيفنا بسكور نحكي مفصلا حول هذا الموضوع. ايضا بدنا نشكر استاذ جوزيف نهره، مسيو كرامه، مسيو زين، كل الاشخاص اللي كانوا موجودين معنا، شربل ونهال برغوش، محمد سليم. وهون ايضا بدي وجه تحيه لصديقك وبعث لي سلام لك البرتو شحودي اللي كنت انت وياه بالريد بول كارباك دريفت، اللي ايضا ربحه لبناني، كنا عم نكون احنا وياه بسباق مميز بدبي. متى كان السباق؟ السباق كان من اسبوعين بس ما شفنا لانه كان اكسبلوز على محطه معينه، ويبدو انه الانجراف ادى الى انجراف عاطف عن صديقنا البرتو، بنتمنى له كل التوفيق. اكيد مبروك لكان عبر برنامج سكور، يعني مبروك بنقول له اياها من هلا. وايضا مبروك للبنان ولبيير الاستاذ بيير جلخ،
نفع من زمان لما سألته أنا. إيه لا لا لا, لا, لا أنا بأكد لك كل المواضيع. صارت؟ كل المواضيع. مبروك لنا فأزن تعاون بينكم وبين الاتحاد الدولي والاتحاد القطري، تعاون بين الاتحاد الإماراتي والاتحاد اللبناني للرماية بالباسكت. شو صاير معنا؟ ناطرين هلا. تعاون بين مين ومين؟ هلا مش معروف مين مع مين. هلا في عندك قصة الحكمة وفي قصة الاتحاد. الانتخابات. نعم هلا في الانتخابات. بتمنى إنه ما نوقع بمشكلة ويصير في عملية مواجهة بين الطرفين. هذا اللي نتمناه يعني لحديت هلا، وإن شاء الله يعني الأندية كلها والناس اللي بيقرروا كلهم مثل خلية نحل يعني عم يشتغلوا لنشوف إذا بيصلوا على نتيجة. كيف شغل اليوم السبونسر سبعكم كتار بعتقد، بداية مع أستاذ وسام وغيره. نعم. من الأسماء الكبيرة اللي عم تكون جاينا بالنادي، هل عندكم أمان مالي اليوم؟ يعني أستاذ وسام عم بيجرب يخلق استمرارية معينة لحتى يكون في جروب متمولين حوله، جروب سبونسرز مستعدين ينخرطوا بهاللعبة هيدي ويكونوا يأمنوا استمرارية معينة للنادي لحتى بغض النظر من وجود شخص أستاذ وسام، أما لا يضل في استمرارية معينة. بقى إن شاء الله يقدر يوصل على الهدف اللي حاطه قدامه يعني، ونحن عم نعمل الشقفة طبعاً أنه نقدم استمرارية. برجع بقلك نادي التضامن بهمنا لأنه شقفة أساسية وعريقة جداً من كرة السلة اللبنانية. جورج بدنا نتابع نحن وياك صفحة طويلة ما أخبارنا المحلي، بداية كرة قدم أبرز المباريات اللي كانت عم تصير، وبعدين بنفتح مع الفولي بول والباسكت بول. رح نشوف مباراتين من الأبرز كانوا بهالمرحلة الثامنة من الدوري اللبناني. متابع نادي الصفا كان عم بيواجه بطرابلس منافسه طرابلس الرياضي، ضرب جزاء هون لصالح طرابلس بعد فول من علي السعدي على عبد الرحمن عكاري، بيسدد عمار زكور لكن بالقائم هالكرة هيدي، ومن بعدها كمان فرصة لفريق الصفا ينعم بيلعب كان بتياب الصفرة الاعتيادية، ضرب جزاء أيضا هون بعد إعاقة عبد الستار لبشار مغداد، نشوفها بالإعادة هون ما كانت كتير يعني واضحة، بنشوف من بعدها نور منصور عم بيسدد لفريق الصفا وعم بيفشل بالتسجيل بعد تألق الحارس بصدى، من بعدها راح نشوف كمان فرصة كتير خطيرة لفريق الصفا برأسية لمحمد باقر بيفشل انه يحطها بالمرمى. لحظة ده كانت سهلة يا طابة، اللقاء بينتهي بالتعادل السلبي 0-0. من جهة تانية بنتابع مباراة ايضا كانت عم تصير على ملعب صيدا البلدي بين فريق نجمة وفريق شباب الساحل، فريق النجمة كان البادئ بتسجيل بهالمباراة عبر لاعبه حسن المحمد، بيرجع من بعدها نادي الساحل اللي عم بيدربه جمال طه لاعب نادي الأنصار ومدرب نادي الأنصار السابق، بينما عم يدرب فريق نجمة موسى حجاج، وكانت مواجهة حلوة بين موسى وجمال بهالمباراة 1-1 بعادل العاجي كريس تريمي لصالح شباب الساحل. بنستعرض سوا ابرز باقي النتائج، الانصار كان عم يتعادل هون الاجتماعي 1-1، والمبره خسر مع العهد 1-0، الصفا بعده اول بفرق الاهداف عن العهد بترتيب البطوله. بطوله حاميه السنه فعلا، والبادجت تقريبا بالمليون ثلاث ارباعهم يعني عم بيقدروا يامنوا او اقل بكثير. بطولة يعني جيده السنه، الدوري اللبناني عم بيكون بس ناقصه شوي بعض الجمهور يعني يرجع يفوت على الملاعب تقوى شوي، حرام يعني، بس مستوى عم بيكون جيد. أنه الجمهور ما فينا نحكي شيء بهذا الموضوع. هلا رح نتابع مع سامي اللي موجود معنا بالقسم الأول، تيبلز العلاقة بكل الفرق اللي رح بتكون موجودة بعملية سحب الكرة اللي رح نتابعها بعد 48 ساعة أو صح. أقل أو أكثر شوي صغير، نهار الجمعة رح بتصير عملية سحب الكرة عن النهائيات كأس العالم يلي كل مصير الكوكب معلق فيها. خلينا نشوف صور نحن وياك او التيبل ومنعلق عليهم معك ومع سامي يلي رح تعطينا فكره نجيب اكيد سامي كمان عن النيفويات الاربعه اللي رح تصير بعمليه سحب القرعه. سامي اكيد بترك تعليق لك. مزبوط. هلا في مثلا كمستوى اول في منتخبات تستاهل تكون، بس في منتخبات في عليها نقطه تعجب مثلا مثل سويسرا او بلجيكا او حتى كولومبيا، هن اتخذوا حسب التصنيف العالم الاخير للفيفا يعني. في كثير اعترضوا بس انه تسكتون عملوا هالتصنيف. لا انا زعلت منك انه معقول سويسرا ما تكون وساب بلاتر شو بنعمل فيه؟ لا هيك يمكن كرمال ساب بلاتر يعني، مثلا اذا مثل ما بتشوف هيك اذا بتاخذ 1-1 من كل مجموعه ممكن تكون مجموعه فيها مثلا سويسرا وهندوراس والجزائر واليونان. صح. يعني اربع منتخبات يعني ما لهم عزم يعني، مع احترامنا لهم يعني بس ما انهش بالمستوى، مثل بذات الوقت ممكن تلاقي اسبانيا وفرنسا وهولندا او ايطاليا كمان ممكن يكونوا بذات المجموعه. فعلا سامي، حتى ممكن نشوف مجموعة بتضم برازيل أمريكا فرنسا والبرتغال
كمان. بس اكيد الاتحاد الدولي هون بسحب القرعه رح يمنع يكون في منتخبين من اوروبا بفرد مجموعه، يعني اكثر شيء ماكسيموم منتخبين من اوروبا، لانه هن بالنهايه 13 منتخب موزعين على المستويات الاربعه، هن اعلى عدد بالدول لا قاره اوروبا. بس شيء الاكيد انه اكيد رح نشوف يا مجموعه يا اثنين ناريتين بكأس العالم. سحب القرعة رح يصير نهار الجمعة المساء حوالي الساعة 7 بتوقيت بيروت بمدينة سلفادور البرازيلية، وهي مدينة سياحية بامتياز، ومتوقع أكيد كل أنظار وعشاق محبي الفوتبول. يعني عم بقول لك مصير العالم كله والجامبلرز كلهم بالعالم. بدنا نشوف هلا، من أربع سنين كان عندنا أوكتوبس بول، هلا بدنا نشوف شو بدهم يخترعوا لنا. يعني هي بس شغلة واحدة بس تنزيدها، إنه اللي بيكونوا بالمستوى الأول عندهم امتياز عن البقية، إنه بيلعبوا على ذات الملعب على طول، بينما هوديك المنتخبات بيتنقلوا بيلعبوا على المنطقة المنطقة، والبرازيل كبير وعملية شوية صعبة بتكون. بس إن طبعا المستوى الأول هون في سؤال لك أيضا سامي، ما بعرف أيضا إذا جورج عنده إجابة لإله. ساب بلاتر كان عم بيحكي اليوم، بلش يلمح نوعا ما لخيار خليجي في كرة القدم لمونديال 2022. يعني هلا المشكلة بعده كل رح يدوخ العالم ساب بلاتر، هو بلاتيني وباكن باور. ساعة المونديال بنعملها بالصيف، ساعة بنعملها بالشتاء. يعني بالصيف في مشكلة وبالشتاء في مشكلة، ما بعرف كيف رح تنحل. انه بالصيف الحرارة كتير عالية في فترة العيد، يعني مثل هيدا الشهر بتعقل. هو طرح كمان نجيب انه تصير البطولة ككو هوست، يعني تنضم دورة الامارات لا لا معمول العربية المتحدة. الخيار الخليجي يمكن البحرين يمكن الكويت، يكون في كذا دولة مجموعة، يعني رح يدوخ العالم ساب بلاتر. يعني انت عم بتقول كيف حاطط سويسرا باول مجموعة، هيدي بعدها اهون شيء. يعني بس باكد لك كل الستاديومز اللي عم تنبنى، انا كنت من اسبوعين بقطر. لا لا نحن ما عم نحكي عن هذا الموضوع، نحن عن موضوع ساب بلاتر كيف عم بيغير بالاراء تبعه، يعني من خيار معين مثل ما كان عم يحكي سامي وجورج، انه بالصيف بالشتاء بعد الظهر بالليل. لا بس قصدي لتطلع فيها لدوله ثانيه خليجيه من بعدك نفس التأس. بعده هو عم بقول خيار خليجي بتصير بكذا دوله، يعني دوله قطر شوي صغيره يمكن من حيث الحجم، وعندك 32 منتخب. لا لا نحن عم نشوف ما هي الماورائيات حول هيدا الموضوع اللي عم بيطرحوه. الاشياء ما اندرست قبل ما قبل ترشيح قطر، يعني ما انحكى فيها غير بعد ما انعطى. يمكن درست بس هلا عم في شويه ابتزاز بعتقد بالموضوع اكثر ما هي عم بينحكى كثير اشياء ورا الكواليس. الملف كامل يعني ومتكامل يلي قدمته قطر في هذا الموضوع. قبل ما نختم القسم الاول بدنا نحكي فوليبول. الفوليبول يلي ايضا استاذ مروان هو اللاعب الاساسي اذا بدك بانتخابات كره السله. كان في عنا جمعيه عموميه صارت الاسبوع الماضي، شو صار في هذه الجمعيه؟ نجيب اكيد هي الجمعيه العموميه كانت كثير مهمه لوضع نقاط على الحروف، وكانت برئاسه رئيس الاتحاد ورئيس اللجنه الاولمبيه سيجان همام، ونعمل اكيد مشروع البطوله القادمه، وتم طرح كل شيء صار بهالموسم هيدا، واكيد الضوء على الانجازات الكبيره وعلى تطور مستوى الفوليبول اللي كان شهده بعام 2013. نتابع سوا جمعيه الاتحاد اللبناني العموميه اللي صارت الاسبوع الماضي. أعادت الجمعية العمومية بالاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلستها العادية السنوية لإقرار البيانين المالي والإداري للموسم الحالي بحضور أغلبية الأندية. فتأمن النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد جان همام إلى الرئيس الفخري للاتحاد شحاد الأصوف والأمين العام المؤسس للاتحاد نعيم نعمان وأعضاء اللجنة الإدارية بالاتحاد. وبكلمة لرئيس اللجنة الأولمبية أكد فيها أنه عام 2013 كان من أهم الأعوام على صعيد لعبة كرة الطائرة، نوه بدور أعضاء اللجنة الإدارية الاتحاد وتضامنهم وعملهم لمصلحة اللعبة، إضافة لعودة الكرة الطائرة إلى تألقها إداريا عبر انتخاب عضو الاتحاد ميشيل عبيراميا باللجنة المالية، ووريد الأصوف باللجنة الكرة الطائرة الشاطئية، وأمين جبور باللجنة الفنية بالاتحاد الأسيوي. وعلى الصعيد الفني أشاد رئيس الاتحاد بمركز الوصافة للبوشرية ببطولة العرب الأخيرة، وعن احتلال لبنان المركز الثامن ببطولة أمم آسيا وتأهله تلقائيا للبطولة المقبلة. وبعدها تلا أمين عام الاتحاد وريد الأصوف محضر الجلسة السابقة وتم تصديق عليه بالإجماع، أتبعه بالبيان الإداري وتم التصديق عليه أيضا، وتم إقرار البيان المالي والرزنامة السنوية للاتحاد. إذن هذا كان كل شيء بالقسم الأول من حلقتنا. بدنا نقول لك شكرا سامي، نشوفك الأسبوع المقبل هيك بكون صار عندنا كل التفاصيل أكيد. حول اللي رح نشوفه بكأس العالم. أما أستاذ علي وأستاذ مروان رح نتابع نحن وياكم بالقسم الثاني مع وجود أيضا عماد بعيلة. بريك ومنرجع سوا. رجعنا معكم بالقسم الثاني، بدي رحب بعماد ابي هلا. مساء الخير عماد. هاي نجيب، نحن وياك شو رح نتابع؟ رح نتابع فوتبول دوري الالماني البوندسليغا. ب
بالإضافة لتابلو عن مجمل البطولات الأوروبية وأبرز المباريات اللي كانت صعبة. أبرزها كان الدوري الإيطالي، اليوفنتوس تصدر بجدارة هذا تصدر، وعندنا مشاكل بالدوري الإنجليزي صح، خاصة لليفربول اللي ما كان عم بيعمل نتائج ممتازة بالفترة الأخيرة. أستاذ علي، عندنا انتخابات اليوم لبنان مثل ما كنا عم نسمع أيضا منك بالقسم الأول ومن أستاذ ناصر، لبنان صار ممثل بشكل قوي على الساحتين الأسيوية والدولية. اليوم من بعد الحلقة دغري ماشي بعتقد على بكرة، بعد يومين طالع للانتخابات اللي راح بتصير بماليزيا للاتحاد الآسيوي لدرجات النارية. صح، لأنه صراحة قلت لك أن رياضة المحركات خاصة الدرجات صارت عم تركز بآسيا وعم تكون كتير قوية. في مصاري هلأ. في انتخاب لرئيس اتحاد آسيوي جديد، في منافسة قوية بين الماليزية والفلبينية على الرئاسة. هلا هو الفلبيني، وانت راح بتكون الاسم الافضل عربيا لاحتلال منصب. صراحه في اربع في في اربع مناصب بعد لنائب رئيس بيكونوا باللجنه الاداريه. مين انت ومين المعركه راح بتكون؟ مش معركه، نحن راح تكون في يمكن شويه تعاون اكثر، لانه في 8 مرشحين على بس في 3 عرب مرشحين، اللي هو انا من لبنان، وفي عيسى العوضي من البحرين، في الامير سلطان بن بندر من السعوديه، والباقي من الدول الاسيويه كلهم. فان شاء الله يكون لنا حظ كعرب نوصل على القليلة باثنين او بثلاثه. طب اذا اليوم تكاتفوا العرب بين بعضهم قد ايه بيكون تاثيرهم جوا؟ يعني قد ايه الحصه العربيه اليوم كصوت؟ انا صرنا هلا 27 نادي اسيوي بالاتحاد الاسيوي مقابل 41 اوروبي، يعني صار لنا ثقل حتى بالاتحاد الدولي صراحه. 27 نادي اسيوي، بيناتهم كم نادي عربي؟ بيناتهم نحن هلا 8 وعمان هلا صارت 9، يعني شغلين يعني تقريبا الثلث تقريبا. ايه نحن الحمد لله، يعني ان شاء الله يكون لنا وزن كبير فيها، لانه بتعرف الانتخابات ايام تلعب فيها شغلات كثير. طب بعد اسبوعين باخر حلقه من سكور السنه، شو بتوعدنا هيك بالمنصب وبتجيب لنا بدعمك ان شاء الله بتجيب لنا ان شاء الله؟ بتمنى صراحه بتمنى مش كرمال المنصب، لأكون صريح، كرمال لبنان صراحه، كرمال لبنان، لانه كلنا يمكن يعني عم نجي ونروح بمناصب، بس بالنهايه عم نخدم هذا البلد. فانا بهمني اني طور هاي الرياضه، لانه رياضه جديده بلبنان قد ما في عم حط لي صراحه في عنا جديده كهيكليه وتركيبه. صح، يعني نحن للاسف من 86 87 ما عدنا شفنا موتوكروس، كانوا يلعبوا الشباب هوات، بس ما كان في انديه تنظم لهم هالشيء. شغله منيحه، فهلا ان شاء الله نقدر نوصل نخدم لبنان، نقدر نطلع من لبنان شباب وصبايا. ساعتها بدنا نطلب منكم كاتحاد اسيوي تدعموا الاتحاد اللبناني. ندعمه فنيا بس ماليا ما شو بلشت نحن لبنان اكيد بدنا، كنادي لبناني اكيد بدنا دعم، بدنا دعم اكيد بدنا دعم، ما في دعم مالي ابدا، وانت بتعرف هذا الشيء. مروان، برايك انت البطوله رح بتقلع باول سنه؟ مثل ما انا يعني مثل ما شايف الاجواء، ايه بعتقد بتقلع. عنا انتخابات بعد اسبوعين، انتخابات بعد اسبوعين، بس الاجواء لحد هلا كثير ايجابيه، وال الظاهر في توافق معين، يعني ان شاء الله يقدر يوصل للخواتيم. مين ابرز الاسماء اللي عم تلعب اليوم بنادي التضامن؟ في اول شيء كابتن الفريق اللي هو نديم سعيد، اجى معي من الشانفيل، في البشير عموري يلي غني عن التعريف، في طارق عموري واحد من الخيمات الصاعدة الجديده، حسن دندش يلي بتوقع له مستقبل كتير كبير خاصه بصناعه الالعاب، بالاضافه للاعيبه الثانيين مثل عماد سعاده، محمد همدر، جاد بيطار، في جون عاصي، واحد من الاسماء يلي رح تصيروا تسمعوها باستمرار، لانه هيدا الصبي ومعدل الاعمار قد ايه؟ معدل الاعمار ما بعتقد بيتجاوز ال 24 سنه. عرفنا بدلته اجنبي مروان بالساعات الاخيره، يعني شفنا 2 اجانب معكم ببطوله الحريري، تم تبديل واحد منهم بعد يعني فل من الفريق، بس نعم. بعد ما اجى حدا محله. مين معقول يكون اسم لاعب لبنان سابق؟ لا، في حدا بس مش رح يكون لاعب بلبنان قبل، بس هلا في اخر وقت يعني ما بد ايه اكيد رح نشوف في بطوله ساعتها، بس ناخذ وقتنا لانه مش مستعجلين هلا. خلينا نعرف ميزانيه الفريق السنه بحدود المليون دولار يعني. منيحه جورج، سؤال هيك على البسيط، ما تقول انه انا عم بحركش بموضوع معين، على قامت الدنيا نهار الجمعه وصحافه واعلام وخربوا الدنيا انه توصلوا الى اتفاق وخلصت الخبريه، اليوم 3 بالليل ما صار في استقاله لشخص ثاني بتتركب اللجنه الاداريه لنادي الحكمه رسميا؟ لا، طب نحكي عن اسم عرفنا فيه من ذات الليله،
وبعد لهلا ما صار شيء، شو السبب؟ لهلا يقال انه الاجواء ما بعرف ايجابيه شكله، لانه كان قال عارف ايجابيه و كان قال لي شنطف انه استاذ عماد وكيم عم بيكون كثير متجاوب وراح يتمسح بالدعاوى كلها 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 بنعرفها، ولكن نحكي عن اسم معين، استاذ لبيب شبلي بده يستقيل ويدخل اسم ثاني مطرحه. من نهار الجمعه لليوم ليه ما صارت القصه؟ مين ما بسأل؟ لا عم بسألك لأنه أنا ما كنت عم تابع الموضوع ببيروت. أكيد جورج ما له يدية بالقصة. لا ما صار شيء، ما صار شيء بالموضوع رسميا، ما صار شيء. لا عماد شو صار معنا بالدوري الألماني هالأسبوع؟ خلينا عالميا أحسن من أصبت محليا. بالدوري الألماني على مسير وشعراتي قدك شايفين. بالدوري الألماني نجيب هيدا أكيد شيء بيسعده لجورج. الباير بعده محلق بالصدارة، الباير يلي صارنا سنين منشوفه دايما موجود، دايما موجود بين ثلاثة الأوائل، إنما السنة عم بيتميز إنه فعلا حتى مش بس بالدوري الألماني عم بيتميز، عم بيتميز حتى بالبطولات الأوروبية بالتشامبيونز ليج. الباير صراحة أكتر فريق استعمل، ويمكن اليوم فرانك ريبيري يطلع هو أفضل لاعب بأوروبا من بعد نتائج الباير القوية الموسم، غير إنه أريان روبن كمان عم بيلعب كتير منيح، عم بيسجل جوال، يعني غير السنين الماضية اللي كان عم بيضيع ويتهموه إنه هو اللي عم بيخسرهم هيك. يعني الباين هلا يمكن ماشي على الطريق الصحيح تحت اشراف المدرب الدكتاتور، صح. لكن بننتقل للصور لنشوف المرحله 14 من الدوري الالماني. اذا وصل فريق بايرن ميونخ انتصاراته وحقق فوز سهل على ضيفه اينتراخت برونشفيك بنتيجه 2-0 وبدين الفضل النجم الهولندي أريان روبن يلي سجل هدفي المباراه، ويعد هذا الفوز السادس على التوالي للباين بالدوري الألماني والتاسع على التوالي أيضا بجميع المسابقات، وهو عزز موقعه بالصدارة برصيد 38 نقطة أمام فريق باير ليفركوزن يلي حافظ على مركزه الثاني بعد فوزه على ملعب باير أرينا بليفركوزن بنتيجة 3-0 على نورنبرغ. افتتح تسجيل اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بالدقيقة 36، وبالشوط الثاني سجل الباين هدفين بالدقيقتين 47 و87 عن طريق هينغلر وسون يلي سجل هدفه الثاني بالمباراة. أما دورتموند وأمام حوالي 34,000 متفرج قدر انه يفوز بمبادراته ضد على ملعبه ضد فريق قدر عفوا انه يفوز 3-1 وسجل اهداف الاربع بدايه العشرين الاخيره، حيث استطاحها دورتموند بواسطه الجابوني بيير امريك اوباميانغ من ركله حره بدايه 70، وحصل ماينز سريعا على ركله جزاء نفذها الكاميروني ماكسيم تشون موتينغ ليدرك التعادل بدايه 74، واحتسب ضربه جزاء سجل الهدف البولندي روبرت ليفاندوسكي اللي اعطى التقدم لفريقه 2-1. وتكرر المشهد بالوقت بدل الضائع بعد ما اعترض الحارس لوريس كاريوس للاعب الوسط إريك دروم، فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها أيضا ليفاندوسكي بنجاح لتنتهي المباراة 3-1 ويحافظ دورتموند على فارق 7 نقاط بينه وبين البايرن. أما شالكي فكان عم بيفوز 3-0 على شتوتغارت، سجل فرفان بداية 34 الهدف الأول، كيفن برينس بواتينغ الهدف الثاني، والهدف الثاني إذا عن طريق جونز بداية 79 ليفوز بالمباراة 3-0. ومن ناحية تانية كان عم بيعزز بروشيا مونشنغلادباخ موقعه بالمركز الرابع بفوزه الصعب على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 1-0، وبيدين بروشيا مونشنغلادباخ بفوزه للاعب وسطه البرازيلي رافاييل يلي سجل الهدف الوحيد بالدقيقة 62. إذا البايرن متصدر مع 38 نقطة خلفه باير ليفركوزن، بروشيا دورتموند ثالث، وبروشيا مونشنغلادباخ بالمركز الرابع. إذا هذا كان أبرز شيء عن البطولة الألمانية. بدنا نحكي نحن هيك سريعا عن أبرز البطولات الباقية اللي كانت عم تصير، صح نجيب. خاصة إنجلترا اليوم في دراسة بتقول إنه سيتي واليونايتد أكثر فريقين عم بيستقبلوا سبونسرز بالعالم، فشي بدل على إنه الدوري الإنجليزي دوري ممتاز. صح، الدوري الإنجليزي اللي بيتميز أيضا نجيب إنه دائما بكل متوشاته إذا كان من أول فريق بالترتيب للأخير على طول المباريات مفولة بالملاعب بعكس غير. في مفاجآت كبيرة وشفنا خسارة ليفربول مع فريق متواضع. صح، ليفربول يلي خسر المركز الثاني، خسر 3-1 ضد فريق متواضع يعني. خلينا نتابع نحن وياك. منتابع لكن إذا بالترتيب. إذن بأبرز النتائج مثل ما كنا عم نشوف، كان مانشستر يونايتد عم يتعادل خارج أرضه 2-2، هال سيتي عم بيفوز على ليفربول 3-1، تشيلسي عم بيربح 3-1 على ساوثامبتون، ومانشستر سيتي عم بيفوز 3-0 على سبانسيا. أما بالنسبة للترتيب أرسنال بعده متصدر، كان فاز 3-0 أيضا، تشيلسي ثاني، مانشستر سيتي ثالث، وليفربول صار بالمركز الرابع. أما بالدوري الإسباني المرحلة 15 فكان الريال عم بيفوز 4-0 بدون كريستيانو رونالدو، بيل سجل 3 أهداف، برشلونة كان عم بيخسر هذه مفاجأة، وأتلتيكو مدريد كان عم بيفوز وعم بيتنافس يعني عم بيعادل، مظبوط عم بيعادل بالصدارة. هذه المفاجأة الكبيرة هالموسم فريق أتلتيكو مدريد، يعني ما منه
ما عم بيخسر يعني عم بيكون فريق ممتاز. نجيب والظاهر انه ميسي عم بيأثر كثير على برشلونه، يعني ميسي بعدم وجوده بالمباريات عم بيأثر كثير على برشلونه اللي صار خسران ضد الاجاكس بالتشامبيونز ليج، وهلا ايضا خسر ضد بيلباو. بالمرحله 14 من الدوري الايطالي لكان عوده لليوفي موفقه، فاز 1-0 على اودينيزي. نابولي رجع كمان انتصر خارج ارضه على لاتسيو 4-2. الميلان ربح. وبالنسبه للترتيب اذا جوفنتوس تقدم على روما بثلاث نقاط، هو متصدر، روما ثاني، نابولي ثالث، انتر رابع، وفيورنتينا خامس. روما يلي عم بيتراجع ايضا كمان شوي. بالمرحلة 15 من الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان عم بيفوز، كان 4-0 على اليوم، مباراة كانت كثير حلوة، ابراهيموفيتش سجل هدفين فيها. موناكو كان عم بيفوز 2-0 على رين، ومارسي عم بيفوز 2-0 على مونبيليه. باريس سان جيرمان بعده متصدر وخلفه ليل. ليل يلي ايضا ما عم بيخسر ولا عم بيتلقى ولا هدف، صار عم يلعب 6 متوشة ولا بعد مش متلقى ولا هدف. بس يمكن المنافسة محصورة، باريس سان جيرمان يمكن موناكو رح يرجع يصعد، هو اللي اكثر واحد رح يكون قريب من منافسته. شكرا عماد. هلا قبل ما نختم مع اخر اخبارنا ايضا مع الباسكتبول، بدي اسالك مين ابرز المنافسين اذا بدك للموقع اللي انتم موجودين فيه كنادي تضامن زو؟ يعني نحن بالموقع هذا انا ما فيني احدد الفرق الثانيه مين، يعني مبدئيا في بيبلوس، يعني ما فيك تلعب انت مثلا، ما فيك تنافس اذا بدك رياضي او حكمه اذا ركب او شيء. بيبلوس تضامن، يمكن متحد هلا عم شيت بعتقد رح يكون مع الفرق الطلعيه اللي قدام. متحد ما بعرف حسب الاجانب رح يركبوا معه، بس اكثر شيء يعني تضامن، بيبلوس، متحد، يمكن شانفيل حسب كيف يركب معه الفريق باخر لحظه، هومنت من اللي طالع جديد وعم بيجرب يعمل فريق. سو بعتقد السنة إذا صارت البطولة بتكون من أقوى بطولات انلعبت بالفترة السابقة، يعني هاي السنة كتير بتكون نارية. نتمنى إنه توصل لختام جيد فيها. هلا رح نتابع مقابلة أجريناها مع أستاذ نبيل حواط اللي هو عديله لأستاذ بارودة، عائلة يعني تحت إشراف فخامة الرئيس، عائلة بتحب الرياضة كلها سوا. رح نتابع مقابلة أجريناها معه، رح بيحكي عن كل المواضيع العلاقة بنادي بيبلوس، العلاقة بالاتحاد وبالبطولة الموسم المقبل. سنة مقبلين على بطولة كتير كبيرة، رزق يعني، كلنا ناطرين اتحاد يكون قد المسؤولية ويقدر يحمل هالفرق يلي حتى استثماراتها بالملايين. كيف عندكم ثقة انه من هلأ تحطوا المصاري؟ حطينا خارطة الطريق لحل هالأزمة، ومن وقتها خدنا ثقة انه نعطى كلام بهالجلسة. كان فيها شربل سليمان، كان فيها جان همام، كان فيها شهاد سلامي، كنت أنا مع حفظ الألقاب أكيد. حضرتك متفائل بمبادرة أستاذ جان همام؟ كلنا متفائلين أكيد، حتى كل النوادي. امبارح كنا مجتمعين تقريبا 6 نوادي، 6 كانوا مشاركين ببطولة الحريري، كلهم متفائلين، وأكبر دليل كلهم جايبين أجانب طراز عالي، دعموا فرقهم باللبنانية كتير قوية. والسنة إذا عارف سنة بجيات اللعيبة دوبل عن السنة الماضية. نعمل امبارح تأسس مجلس أمنا لنادي بيبلوس يلي هو ضم كل الجماعة، كل الناس الخيرين يلي عم بيساعدوا هالنادي وعم بيدعموا هالنادي وحاطين ايدهم مع ايد هالنادي. انما اذا كان نادي بيعتمد على شخص واحد، ما في شخص اثبتت هاللعبة، ما في ولا اي شخص قدر ضاين بالنادي اكثر من 5 سنين 6 سنين. متفائل بالمنافسة على اللقب؟ نحن صرنا 5 سنين بنلعب، تارجت تبعنا 5 6 او نحافظ على الدرجة الاولى. السنة حطينا براسنا انه بدنا فاينل فور، وحافظنا على لبنانيتنا كلها، ونحن الفريق الوحيد اللي حافظ على اجانبه السنة. نحن المدينة الرياضية سبوز تخلص بتقريبا شي 20 يوم بعد من هلا. نحن الملعب كله جاهز، استاد كارلوس سليم صار كله جاهز باستثناء الباركي عم بيركب هلا. وانس بيركب الباركي بصير الملعب جاهز للعب. شو بتوعد بكلمة أخيرة محبي كرة السلة؟ السنة منبشرهم ببطولة من أقوى البطولات، وما ييأسوا، أكيد في حل، وأثبت لبنان أنه ما في مشكل غير ما انحلت بلبنان. شكرا لك استاذ نبيل على هالمقابله الحلوه، بوجه له تحيه اكيد عم يحضرنا بهالوقت. مروان يعني عم بقول زيت الحديث اللي كنت عم بتقوله، بدنا نشكرك ايضا جورج عماد، ايضا بدنا نشكرك استاذ علي. كلمه اخيره قبل ما نكون نحن وياك بعد اسبوعين مع نتيجه، بدنا اياك ايضا نائب رئيس الاتحاد الاسيوي ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه، وانا بتشكرك كثير نجيب، وبشكر الام تي في. ومن بعد ما تخلص شوي هلا الشتويه بدنا نرجع للنشاطات المكثفه ان شاء الله، اكيد للنادي ولا رياضه ككل ان شاء الله، عنا الاندور ممكن نعمله كمان بالشتاء ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، واذا الله اراد بنلتقي الاسبوع المقبل بحلقه جديده من سكور. الى اللقاء.